أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية التمسك بروح الابتكار والإبداع في أداء مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتطوير الكوادر البشرية بشكل مستمر بما يتناسب مع متطلبات مختلف الظروف. وقال سموه إن الارتقاء بمعايير الكفاءة والاتقان في تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير ما تم بناؤه هي غاية عمل الحكومة لتوفير كل ما يسهم في تسهيل أمورهم المعيشية. وجه سموه اللجان الوزارية كل في مجال اختصاصه إلى وضع الدراسات وبحث الخيارات الممكنة التي تكفل للأجهزة الحكومية سرعة مواكبة أي مستجدات طارئة في المرحلة المقبلة نتيجة للأزمة الراهنة بما يسهم في التخفيف من آثارها على مختلف القطاعات. شدد سموه على أهمية تعزيز جهود استشراف المستقبل من خلال تقديم دراسات علمية تساعد في التعامل مع مختلف التحديات الراهنة ومواجهة أي أزمات قد تظهر في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات الطبية والصحية بما فيها خدمات الإسعاف والطوارئ. جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع اليوم كل من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، حيث تبادل سموه معهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وشعبها بالخير والبركة وأن يحفظها من كل مكروه ويرفع عنها الوباء. كما أعرب سموه بهذه المناسبة عن خالص تهانيه لجميع أبناء شعب البحرين والموظفين في القطاعين العام والخاص، وخص سموه بالذكر العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا من الكوادر الطبية والتمريضية، مشيدا سموه بما يقدمونه من نموذج في التفاني والتضحية في مواجهة هذه الجائحة. قال سموه إن ما تقوم به الكوادر الطبية من جهد وطني مخلص للحفاظ على سلامة وصحة الجميع عزز من مستوى الوعي لدى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة وساند بشكل كبير جهود الأجهزة الحكومية في مواجهة تفشي الفيروس، ووضع البحرين في مرتبة متقدمة على مستوى العالم في نسب التعافي واحتواء انتشار الفيروس. شدد سموه على أن الظروف الراهنة تجعلنا أكثر حرصا على الارتقاء بأداء مختلف الأجهزة الحكومية ومواصلة جهود الارتقاء بالكوادر البشرية بالاستفادة من هذه التجربة، خاصة في تطوير القطاع الصحي وكوادره الطبية وخدمات الطوارئ والإسعاف لتكون أكثر كفاءة وسرعة في تقديم خدماتها للمواطنين. خلال اللقاء طلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تم تنفيذه بشأن توجيهات سموه للتسهيل على المواطنين في ظل الظروف الراهنة والعمل على تلبية مختلف احتياجاتهم، ما يتعلق كذلك بدعم الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص. في سياق آخر أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على ما لدى مملكة البحرين من مواقع بحرية والحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، لما لهذه المواقع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي وقيمة تراثية وسياحية كبيرة.